الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي غاليين على قلبي، النهاردة إن شاء الله هنركب معانا الخلاط هاند ميكسر. الناس بتسألنا على اسم الخلاط ده، الخلاط ده إيطالي اسمه ماريو. هنعملين فكرة النهاردة كويسة وفكرة عملية، يعني إن إحنا إزاي نركب قايم دوش على خلاط هاند ميكسر. طبعا إحنا كلنا عارفين القايم الدوش ده بيكون بيركب معانا لان صامولته 3 ارباع، فبيركب على الخلاط القديم اللي هو الخلاط الكوباش، كلنا عارفين اللي هو الخلاط الكوباش. هنشغله النهارده على الهاند ميكسر. طبعا الهاند ميكسر معظم تركيبه دلوقتي بيكون بيركبوا عليه مسطره، ده نحاس اهو، سعره حنين وحاجه بصراحه كويسه، يعني نقول كده ايه المتوسط يعني. شايفين طبعا الفتحة ان شاء ما شاء الله، يعني المنظر اهم حاجة، ان احنا المقاسات بتاعتنا تكون في التأسيس كويسة يا جماعة عشان بعد كده نرتاح. يعني الكوع لا وشه لافف لا شمال ولا يمين، ونفس الفتحة بتاعة الخلاط بالظبط. والله انا عملت الشغل ده، هو ما قستش عليه خلاط والله، بس طبعا انا عارف المقاس بتاع فتحة الخلاط ما بين السخن والبارد، عشان كده طلع معانا مظبوط، معمول على 15.5. طبعا الكرنكات نحاس محملة ما شاء الله. الحاجة التانية ان احنا عارفين ان الخلاطات كلها اللي موجودة دلوقتي اللي هي الهاند ميكسر بيكون الخروج بتاع المية بتاعه بيكون نص بوصة، يعني بيركب على اللي هو الحراري اللي بيجي مع المسطرة، بيبقى جاي معاها 2 لي، واحد قصير بيجيب من الخلاط يدي معانا للمحول، والمحول بيوزع معانا للمسطرة اللي هي الأساسية الثابتة، وبيوزع معانا للسماعة بتاع الشاور. طبعا مش هركب سماعة شاور، هركب قايم بس. بس ينفع برضو لو احنا حبينا مثلا، في ناس بتطلب، وعملت شغل النهاردة ان شاء الله هنزله لكم برضو، صاحب المنزل عملت له نفس الفكره وطلب برضه سماعه مع القايم ده ومحبش المسطره. طبعا المسطره غاليه اولا، تاني حاجه بصراحه مش عمليه زي القايم ده. بس لما نيجي نجيب القايم ده اول ما نجيبش الايه الخفيف، نجيب حاجه تكون كويس، يعني يكون نحاس، حاجه محمله، لان الضعيف مش هيتحمل معانا. الحاجه التانية انني عملت ركبت محول على الصاموله بتاعه القايم ده هو 3 ارباع. في الحاله دي ما بيحتاجش معانا نبل، بيركب على طول المحول، لان احنا عارفين الخروج بتاع المحول بيكون 3 ارباع، والبتاع لتوزيع السماعه واللي جايب من اللي بيكون نص بوصه اللي هو جايب من الخلاط يعني. فاحنا النهارده هنركب نبل مسلوب 3 ارباع في نص على القايم، وهنركب عليه وصله برضو ان شاء الله مع بعض هنشوفها. برضو نحاول لما نجيب الوصله نجيب الوصله اللي هي الناشفه يا جماعه، الوصله الصلب دي بتكون ما يحصلش فيها ان هي تنتهي معانا، لان بتبقى واخده دوران جايبه من تحت جسم الخلاط. طبعا بنجمع زي ما احنا شايفين اهو، اهم حاجه ان احنا من ايه نيجي في اخر لفه. طبعا احنا كده الكرنكات فعلى اتجاه واحد، او القصيه، في ناس بيقولوا عليها قصيه وفي ناس بيقولوا عليها كرنك. تكون على الايه على اتجاه واحد. احنا عندنا مفيش طبعا بانيو زي ما انتم شايفين، صاحب المنزل مفيش بانيو، الحمام زي ما انتم شايفين صغير، فده راكب معانا على تقريبا حوالي 87 او 88 سنتي، يعني هو ما يعلاش عن 90 بالنسبة لو انا ما عنديش بانيو، من 85 ل 90 سنتي من وش بلاط الارضية. طبعا الجوانات بتاعته بتبقى موجودة معاه. طيب لو انا جيت اقفل خلاط زي كده يا جماعة ولقيت فيه كوع المخرج بتاعي او الكرنك بعد ما قفلته واحد طويل عن واحد، يعني واحد مسافته ما بينه وما بين الحيطة اقل من التاني، بتكون مثلا حاجات بسيطة. في الحاله دي باجي على الجنب اللي هو القصير، المسافه اللي ما بينها وما بين الكرنك وما بين الحيطه بتكون قصيره، دي بزود فيها جوان معانا. لو كبيره طبعا بنحط عقل للتوصيل، العقل معاك لغايه سنتي، يعني اقل حاجه في عقل سنتي، ده لو المسافه كبيره معانا، لان لو
المسافة مش واحد، أنا مش عايز أجيب مثلا متر وأقيس المسافة ما بين الحيطة وما بين الكرنك أو ما بين مخرج الكوع. فطبعا بعض الفنيين عارفين الكلام ده، لأن لو ناحية منهم طويلة هتقفل صامولة على ناحية، لأن الصامولة دي بتبقى محكومة معانا في جسم الخلاط، بيبقى فيها بوش بسيط خالص، فناحية هتجمع والناحية التانية هنبص نلاقيها في مسافة ما بين صامولة الخلاط وما بين الكرنك في مسافة كبيرة، فلازم يكون الخروج أو الوش الكرنك يكونوا الاتنين في مستوى واحد. طبعا مثبت معانا الكيعان زي ما انتم شايفين بمسامير، اللي هي كيعان زاوية تثبيت دي، فزاوية تثبيت اشتغل معانا تمام اهو الحمد لله. طبعا ميه، هي دي مش ميه الخلاط على فكره، لان صاحب المنزل ما عندوش مضخه، يعني دي ميه عاديه كده موجوده زي ما بنقول كده ميه البلديه يعني. دي معانا حنفيه نحاس، طبعا الحنفيه دي ما شاء الله حنفيه ممتازه، دي انا عاملها برضو ان شاء الله للغساله معانا اللي هي النص اوتوماتيك، دي راكبه معانا على متر وخمستاشر سنتي او متر وعشرة تقريبا، لا متر وعشرة، لان هي ماشية مع مستوى الدخول بتاع المطبخ معانا، وده بيكون على متر وعشرة او تكون عالية حاجات بسيطة يعني. هي إيه كانت في وصلة صغيرة كده انا ركبتها على طولها ما رضيتش اقصها، لان احنا عارفين الدخول بتاع الغسالة نص اوتوماتيك لازم يكون اعلى من الغسالة، لان الدخول بتاعها بيكون فوق وما بيكونش على صامولة، ده بيبقى طالع من الغسالة كده جزء او بوز بلاستيك زي البوز اللي في الحنفية ده، هو بيحتاج بس وصلة خرطوم سيليكون اللي هي الطرية دي النص بوصة، مش هيشتغل، مش هيحتاج افيز خالص يعني، هو يخش على بوز الحنفية دي على كور وعلى الجزء اللي خارج معانا من الغسالة، بحيث ان انا تبقى فيه الخرطوم مش متن معانا، لان في ناس بتبقى عاملاها واطيه وبتيجي بعد كده تلاقي الخرطوم ينتنى معانا. انا بتكلم على ده النبل معانا اهو يا جماعه، ده نبل تلات ارباع في نص موجود، في منه استانلس وفي منه نحاس، طبعا الاستانلس والنحاس الاتنين كويسين، ودي الوصله اللي انا بتكلم عليها، هي دي مخصصه اساسا للسخان، ليه واسعه من جوه معانا خلاص يا جماعه، يعني السمك الداخلي بتاعها ما شاء الله واسع. الحاجة التانية ان هي بتتحمل درجة حرارة المية، الحاجة التالتة برضو ان هي لما بتنتنى ما بتتعصرش او ما بتخنقش المية زي الوصلة العادية الطرية. بقى الوصلة الطرية لما هتاخد من الخلاط من الاسفل وتطلع معانا على القايم مع الوقت هتنتنى معانا، لما انما الوصلة دي ما شاء الله ناشفة معانا كويسة، طبعا بتيجي فيها الكاوتشات بتاعتها، كاوتشاتها ما شاء الله حلوة، طبعا ما بنلفش تفرن خالص على النبلة يا جماعة، لأن أنا عندي الصامولة بتاع القايم تلات أرباع دي فيها جوان تلات أرباع اللي انتوا شفتونه حطيته، والنص بوصة فيه الجوان بتاعه، ده حاجة بصراحة عملية ومش مكلفة زي المسطرة، لأن النهاردة عشان نجيب مسطرة متوسطة حاجة كويسة أقل حاجة هتعمل لها 450 جنيه. وبرضه ما انا بصراحه ما بقتنعش بيها، ليه؟ المصفى بتاعه الدش بتاعتها بتكون كبيره جامد، محتاجه ضغط ميه جديد، تاني حاجه بتكون معظمها فيبر او بلاستيك، باع الوقت وبتبص يا ترشات او حصل فيها انسداد، انما انا جايب يعني المصفى اللي راكبه في الايام ده يا جماعه مصفى صغيره استانلس حاجه كويسه تتحمل اقل ضغط ميه، يعني ما شاء الله شايفين المايه ضعيفه اهي في الخلاط، لما نفتحها ونجربها برضو لو انا عندي مضخه بكون مطلعه كميه ميه بصراحه يعني كويسه جدا. الحاجه التانية ان احنا برضو مثبته عاملين له افيزه نص بوصه، ده افيز نص بوصه ده برضو عشان يبقى عزمه جامد، لو انا ما عنديش المواسير اللي انتوا شايفينها لطش دي كنا عملنا له افيز لطش، بيبقى في افيزه كده لاتش بتبقى مخدم القايم دوام بيكون مخدم على الحيطه، لكن انا عشان المواسير زي ما انتم شايفين لازم ايه تكون القايم بعيد عن الايه عن الحيطه شويه، طبعا بيبقى جاي معاه افيز برضه مع القايم ده، هو المحمل كويس ده بيكون جاي معاه افيز، ده لو احنا ما عندناش مواسير زي كده بنخلي الافيز بتاعه
الإفيس ده بيكون فوق، وبنجيب واحد تاني اللي هو نص بوصة، ده بيحتاج بنط 10. طبعا شايفين الوصلة، يعني تتنيها زي ما انت عايز، ما بتجرالهاش اي حاجة خالص، وتتحمل كمية مياه كبيرة. طبعا بنعديها من نص من ورا جسم الخلاط، ولو حبينا نرحلها على جنب مثلا القايم ده ما يكونش مثلا في نص الخلاط، عادي ينفع ان احنا نثبته على اي اتجاه، في الشمال او في اليمين، على يمين الخلاط برضو ما نحاولش نقرط عليها جامد، هي فيها الجوان بتاعها، مجرد ما بنربطها بس بايدينا ونديها بس لفتين بالمفتاح ان شاء الله بتكون جامدة معانا. ده بصراحة انا يعني بتاع الناس الظروفها على قدها زي ما بيقولوا يعني، وحاجة عملية بصراحة كويسة. الحاجة التانية ان هو مش مكلف جامد، شايفين المصفى صغيرة، طبعا المصفى الثالث دي في منها حجم كبير عن كده شوية، بتكون حوالي 15 في 15، بس بيكون دوران برضه، وفي اللي هي الصغيرة دي. طبعا انا بفضل الصغيرة لان معظم المياه دلوقتي بتكون يعني ضعيفة، ولو حبينا مثلا نشغل على المياه العادية دي بتشتغل، هي شايفين يعني ميتها كويسة جدا ما شاء الله، يعني المياه بتاعتها حلو. طبعا الايام الدش ده في منه بيبقى واخد نص دايرة، وفي بيبقى واخد زاوية زي ما انتم شايفين. طبعا اللي فيه زاوية ده كويس ليه، انا كل ما بكون المصفى عندي عدلة بتكون المية بتاعتها نازلة كويسة، لكن انا لو عندي مثلا مصفى، فرضنا المصفى مثلا كبيرة شوية وراكبة على القايم اللي هو بيتكلم عليه نص دوران، بيكون مفتوح لبره، فهتبص على المصفى هتلاقيها واخدة زاوية، طبعا ما ضعيفة، هتبص تلاقي المية مقاومة على جنب فيها ونازلة، مش متفرقة زي كده يعني. ده معانا الخروج بتاع السخان، طبعا هنجهزه برضو ان شاء الله، وزي ما انا اتكلمت الشركة هتيجي تركبه. هنركب محبس زاوية على الدخول بتاع السخان، ده بيركب معانا على البارد. اما السخن ان شاء الله هنركب عليه كوع فرنساوي او كوع بسن ذكر، طبعا يا ريت في اي اكسسوارات يا جماعة في التشطيبات نحاول نجيب الحاجات تكون نحاس، الفرق مش كتير في السعر، بس في السباكة بالذات يعني بالأخص دايما نحاول نجيب الحاجات النحاس عشان نتلاشى الصدى والحاجات دي. يعني شايفين حتى النبل اللي راكب نحاس، والمحبس برضو ما شاء الله محبس نحاس كويس، الفرق الغالي من الرخيص مش كتير. أنا لما أكون مثلا محبس توتيا أو ما أكونش نحاس، صينا هيكون مثلا 35 جنيه ولا 30، وهركب محبس كويس ب40 او 45، فرق 10 جنيه. لا نركب حاجة كويسة عمرها يكون اطول، هتتحمل مش هيحصل فصلة. لو حبيت اغير له قلب برضه يتغير له، يستاهل ان انت تغير له قلب المحبس لما بيكون كويس، وحبينا نجيب له قلب بيتغير له قلب عادي مفيش مشكلة، زيه زي الخلاط، لان في ناس بتحله ترميه على طول. فلو انت المحبس عندك توتيا هتيجي تحله اصلا هيتهري او هينقطم معاك اثناء الحل. طبعا مخلي الاتجاه بتاعهم معانا لفوق، ما نحاولش برضو نوسع في التأسيس يا جماعة، ما يكونش ما بين السخن والبلد المسافة كبيرة، يكون نفس المقاس ده هو، يعني من 10 ل 12 سنتي ما بين فتحة السخن والبارد، بحيث ان انا يعني قد مجال ان انا حتى لو الشغل ده هو شغل مدفون عندي مش لطش بره الحيطة كده، وحبيت اركب وشاش نيكل برضه الوشاش ما تركبش على بعضها، ويطلعوا الوصل بتاعتنا تكون طالعة، لأن عندنا الخروج الدخول والخروج بتوع السخان ذات نفسه الماسورتين بيكونوا في نفس المستوى ده كده أو في نفس المسافة، ويمكن عندنا
اللي هو بالنسبة للتورنيدو العربي بيكون طالع منه مخرج واحد على تي واي بيوزع معانا على السخن والبارد. عندنا برضو الايه الكوره الفرنساوي ده برضو نحاول نجيب يكون حاجه برضو محمله فيها انواع كتير. الوصل برضو اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي وصله هي غاليه شويه عن العاديه بس وصله محمله برضو. انا ممكن كنت قفلت السخان عادي بس هي الشركة كده كده بتيجي تاخد رسوم تركيب فما ايه انا عملت له التجهيز وهيجي بس ايه ان شاء الله هيعلق السخان وبحيث ان هو ايه يدخله الضمان. الناس بتسألنا على حكاية اللمبة بتاعة البيان بالنسبة للسخان. على فكرة اللمبة يا جماعة ملهاش علاقة خالص لو انا عندي سخان ما دام بيسخن مية واللمبة ساعات دايما يعني في التورنيدو بالاخص بتتحرق بسرعة مش عارف ليه السبب يعني انا جبته عندي ما كملتش سنة واللمبة دي لا بقت ايد احمر ولا اخضر خلاص اتحرقت. واتصلت برضو بالضمان جيهم غيروها الحمد لله. فهي ده في تسخين مش لازم يعني ايه مش لازم اللمبه يعني مش هتزعل في حاجه. لو هو في ضمان يجي يعملوها ما فيش مش شرط يعني. اهم حاجه ان هو يكون بيسخن يكون الترمستات شغاله والهيتر شغال. الحاجه التانية في ناس برضه بتعيط على حكايه التسريبات دي يعني يا جماعه انا قلت معلش عشان خاطر الحفاظ برضه لان السخان ده مشكلته في الكهرباء يعني في الانواع اللي هي حلتها مش استانلس زي الفريش والاولمبيك في انواع برضو كتير ده حلتها بتبقى صيمة اول ما يحصل فيه تسريب او مية نازلة منه نحاول ان احنا نفصل الكهرباء عنه فورا ونشيل السخان نغيره لان المية دي بتنزل على الكهرباء تحت وممكن تعمل ماس كهرباء. وفي ناس حتى بتبعت لي يقول لك احنا بنلاقي فيه ماس كهرباء وده بيبقى سببه برضو بيبقى في بداية لسه التسريب مع البخار ده هو بيجي على الكهرباء بتاعة الترمستات وبيعمل معانا ماس كهرباء. حاجة تانية برضو ممكن الهيتر بيكون حصل فيه ملوحة أو صدى ويبقى عند الحساس بتاع الترمستات ده هو داخل جوه الهيتر بيبقى في حساس طويل كده فده لو حصل فيه صدى ولمس في جسم الهيتر بيعمل ماس كهرباء يا جماعة. فلو لقينا أي تسريب من عند المؤشر بتاعه او من فوق من اعلى السخان او من تحت بنلاقي تأثير مياه نازلة او تأثير صدى نحاول ان احنا نفصله على طول عشان خاطرنا يا جماعة بالله عليكم وما نحاولش حتى نلحمه لانه الحلة ما دام حصل فيها تآكل وحصل فيها صدى مش هينفع ان احنا نلحمه خالص لان نخش في قصة كبيرة لان ده مصبوب عليه مادة عازلة اللي هي الفوم المادة العازلة للحرارة بتاع المياه. وغير كده هيتلحم مش هيكمل شهر وهيجيب من مكان تاني. دي معانا شماعة كده برضه عادية كده استانلس حاجة خفيفة كده بنثبتها برضه مسمارين ستة وإن شاء الله معانا القعدة إن شاء الله هنركبها لكم بإذن الله في الفيديو القادم ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة. وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة وإعجابكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.